يتولى روبوت على شكل عربة يعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تقديم الخدمة للمودعين في بنك التكافل الإنساني الافتراضي. فبعد فترة وجيزة من رغبة المودع طلباته عبر شاشة تعمل باللمس، يتجه الروبوت إلى موقع المؤن ويفرزها بالمكان المحدد لها، وأثناء التسليم يضغط العميل مستشعر اللمس فيتحول الروبوت إلى حالة تسليم مؤونة. قدمنا اليوم نموذجاً مصغراً لصرح من صروح العطاء أسميناه بنك التكاتف الإنساني. فكرة عمل البنك تكون قائمة على أساسي الإيداع والتسليم. الإيداع يكون من المودع وبحسب رغبة المودع في إيداع، سواء كانت مؤونة دراسية أو مؤونة غذائية وغيرها من المؤونات، يضع كرت الإيداع الخاص به، فيتجه الروبوت إلى موقع المؤونة ويفرزها في المكان المحدد لها. أما في حالة الرغبة في التسليم، نقوم بالضغط على مستشعر اللمس ليتحول الروبوت من حالة الإيداع إلى حالة التسليم، فيكون الروبوت في حالة تسليم المؤونة سواء كانت دراسية أو غذائية وغيرها من المؤونات للمستلم. اليوم بواسطة الروبوت الخاص بنا وفكرة عمل المشروع، نحن قادرين على جمع جميع الاحتياجات الخاصة بالمواطنين في موقع واحد. تنافس هذا العام ما يزيد على 90 فريقاً في البطولة الوطنية الثالثة للروبوت والذكاء الاصطناعي، اجتمعوا من 4 محافظات يمنية ضمن فئات عمرية مختلفة تبدأ من سن 6 سنوات وصولاً إلى 18 عاماً، وبإشراف قطاع التعليم في وزارة التربية والتعليم وأكاديمية الموهوبين في العاصمة المؤقتة عدن. وبالفعل ما شاهدناه اليوم من إبداعات وذكاء اصطناعي وذكاء فعلي أكاديمي لكثير من الفتيات والشباب، نتمنى أن تحظى مثل هذه الأفكار والإبداعات باهتمام الدولة وتطويرها إلى مستوى أفضل، ويعني تكون بمستوى فعاليات الوطن، حتى تكون مشاركاتنا الخارجية بمستوى عالي ونشرف وطننا الذي يزخر بكثير من الإبداعات وكثير من الشباب والفتيات الطموحة للارتقاء والرقي في كل المجالات. الفعالية شاركت فيها 19 مدرسة ب218 مشاركا، وتنوعت المشاركات ما بين الابتكار والتصميم البرمجي للروبوتات وصولا إلى البحث العلمي عن حلول للمشاكل التي يعاني منها رجال الأمن والطيران المدني ومجال الصحة والسلامة، وسط أجواء تخللها تكريم الفائزين بحضور جماهيري لافت. فكرة مشروعنا اللي هو عمل أول روبوت يهتم بنقش الحنة المعروف حول العالم، والذي يجرع أصله إلى الهند، حيث يقوم هذا الروبوت بنقش الحنة على اليد دون تدخل أي إنسان. قمنا ببرمجته قبل في عبر برنامج. مشروعنا اليوم هو المطب الذكي. المطب الذكي يهدف إلى مساعدة رجال الأمن في القبض على الفارين، سواء كانوا مروجين مخدرات أو بعين أسلحة أو سيارات مفخخة. بالقبض عليهم هناك مطب يقوم بالانقلاب عند الضغط على حساس موجود عند رجل الأمن، فهذا يحد من الجرائم الموجودة في اليمن وأشياء كثير. فمثلا عند حدوث كارثة كالزلزال، والذي يعتبر تهديدا دائما لملايين البشر على سطح الأرض، حيث أن في كثير من الدول يعيش الناس وهم خائفون من حدوث زلزال، وخاصة في حالة حدوث انهيار. أحرزت مشاركة الطلاب بطولات ومراكز متقدمة سواء في الولايات المتحدة أو المكسيك أو على المستوى العربي، حيث ارتقوا إلى المركز الثاني عربياً، آملين أن يحظى بذلك دعم السلطات المختصة لتحقيق الطموحات المنشودة في النهوض بالوطن على جميع المستويات.